الذكرى اللي في دماغك لو انت فكرت انك عايز تمسحها تمسحها دلوقتي؟ يعني ذكرى سيئة انا نفسي ما افتكرهاش اصلا. فراق امي مش عايز افتكرها، يعني مش عايز ارجع للحتة دي خالص. اللحظات دي كانت صعبة جدا و الله يرحمه. مفيش حاجة تانية، مفيش حاجة مستاهلة يعني. طيب لو دخلنا تاني للشغل عشان نطلع برا الحتة، يلا ايه الدور اللي انت عملته وطلعت لنفسك بعديه كارت احمر، حسيت ان انت مش انت خالص؟ هتصدقيني لو قلت لك ما بندمش على اي دور بعمله، لاني بحسب كويس قوي انا هعمل الدور ده ليه ومع دي حاجه كويسه. في بعض الفنانين بيقولوا ان الدور ده انا ما كنتش حابب، انا اتسرعت فيه، كنا ممكن نعمله افضل. وفي يعني الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي، ويمكن يكون ده سبب زي ما انت كنت بتقول ان انا متاخر شويه في السينما علشان بحسب خطواتي بالزبط. كويس جدا بالظبط بالظبط. فانا بحسبها لكن حقيقي حقيقي ما فيش دور عملته ندمان عليه خالص، بالعكس كلها خطوات كنت لازم اخدها عشان ابقى في الحته اللي انا فيها دلوقتي.